ريكيب السلام عليكم. اليوم عندنا هذا البوكسير، هذا الاخوه الكرام عنده مشكل في الكالكيلاتير، هذا دخلوا الماء. والله يا الاخوه الكرام ديما نهضروا على البوكسير، البوكسير راهو العدو تاعو هو الماء، سيتو ليام هادو لا ميموار لا ريفيرونس هادي تاع لا 130 راهي في السوق ما كانش، واللي عنده يحسبها غاليه. بون باش نقول لكم، شوفوا معايا الاخوه الكرام كنت تسولهم، شوف هذا الانسان ماش ما دار مول البوكسير هذا مش مارك الباساج ديرو، شوف كيفاش دار ندبلو الدنيا شوف شوف البواد فيزيل كيفاه معمره بالماء، شوف لي طلعت سالما ها، شوف لي طلعت سالما لهنا في الميموار شوف. بون باش ننصح الاخوه الكرام اللي عنده بوكسير يروح ديريكت يفيريفي هادو الايفاكياسيون تاع الماء وين ديجاجي، باسكو عنده تيوات لهنا. دوك ناس عمار حل تشوف هذا حل، عمار حل تشوف رقد رقد خير عمار هذا بوني واحد. عمار شو حكي مني هكا حكي معك حيت هبط 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 كيما قلت لهم الاخوه اللي كان هذا عنده بروبليم، عنده موفي دي بارمينوج ها شوف هاوش عنده ها شوف هذا التيوم هاي فاكياسيون تاعو وين تجي هذا ما تنساوش لازم ديما تنيطوايو هذا ولا ثاني واش ديروا هاد البلاصه تغلفوها. بون الاخوه الكرام كيما قلت لكم ايات الله في روحكم وفي امان الله.